السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا مرحبا فيكم. اليوم راح نشوف مع بعض بلاجن من شركة XLN Audio اسمه XO. هاي بصراحة يا جماعة من أفضل البلاجنز اللي موجودة في السوق اليوم، اللي يساعدك في إنشاء درام بيت أو درام باترن. صراحة وايد وايد ذكي البلاجن، والجماعة في XLN Audio مخلينا بطريقة تسهل عليك الأمور لما تي وتبي تسوي إيقاعات أو درام باترنز. كالعادة يا أصدقائي، إذا حابين تدعمون هاي القناة وتشوفون فيديوهات أكثر نشرح فيها هاي البلاجنز الحلوة، رابط هذا البرنامج راح يكون موجود في وصف هاي الفيديو، من خلاله تقدرونكم تشترون البرنامج وفي نفس الوقت تدعمون هاي القناة. طبعا شنو هي فكرة البرنامج؟ فكرة البرنامج يا أصدقائي هي أنه هو يسوي سكان في الهارد ديسك اللي عندك أو في الفولدر اللي موجود عندك حق كل الأصوات اللي لها علاقة في الدرمز، مثلا الكيك، السنير، الهاي هاتس. كل هذه الأصوات أوتوماتيكلي هو يعرضها بطريقة ذكية مثل ما أنتم شايفينها الحين موجودة على الشاشة قدامكم. أول خطوة أسويها لما أشغل برنامج هي أن أنا أحدد الفولدر اللي فيه السامبلز اللي موجودة عندي. هو طبعا البرنامج بشكل تلقائي سوى سكان حق الفولدرات اللي فيها هاي سامبلز، ولقى طبعا مجموعة من السامبلز اللي موجودة، والبرنامج أوردي أول ما يجي تقريبا معاه اللي هو الكور كونتنت في فوق 8000 سامبل، من كيك، من هاي هاتس، من كلابس، من سنير وغيره من الآلات. إذا أنا بغيت أني أضيف فولدر ما تعرف عليه البرنامج، كل اللي أسوي أنه أنا أضغط على هاي الزر هنا وأوتوماتيكلي هو راح يسوي لي سكان حق الفولدر اللي أنا أحدده. بعد ما البرنامج يسوي سكان حق كل الفايلات اللي موجودة عندي، أوتوماتيكلي راح يحللها. طبعا هو ما راح ياخذ بس على أسامي الفولدرات ولا على أسامي الملفات، هو راح يسمع كل أوديو سامبل موجود ويحلله ويضيفه بناء على التحليل اللي هو سمعه من الملف نفسه. يعني خلنا نشوف مثلا، خلني بشيل هاي الفولدر اوكي وارجع اسوي له سكان مره ثانيه. اوتوماتيكلي تشوفوا لاحظ انه هو حصل هاي الفولدر موجود عندي، فبقول له انه انا بضيفه بس لحين ما سوى له سكان. اضغط على الزر هنا سكان اند ريفرش، مثل ما انتم تشوفون بسرعه يسوي سكان حق الفولدر ويشوف الفايلات الموجوده فيه ويوزعها بناء على نوع الفايل نفسه. اوكي بقول له دان. الحين لو نلاحظ هنا عندنا طبعا الالوان مختلفه، الاحمر من اليسار هنا هو عاده يكون اصوات الكيك، اصوات كيك مختلفه، ولما نيجي على جهه اليمين الالوان الزرقاء هنا طبعا مثل ما انتم شايفين على الجهه هذه الالوان الزرقاء هي ما بين السنير والكلاب. وكل ما تحركنا في جهة اليمين إلى اللون الأصفر دخلنا في أصوات اللي هي الهاي هات، اللي هي الكلوزد هاي هات بتكون فوق هنا والأوبن تكون شوية تحت في اللون الوردي هنا، اللي هي الهاي هات والأوبن هات والكراش عادة تكون تحت هنا. لو لاحظت وأنا قاعد أسمع الأصوات هو خلى بعض الحبات اللي موجودة بشكل أكبر شوية، هاي معناتها هي الأصوات اللي أنا أوردي سمعتها. إذا أبي أسمع مجموعة من الأصوات، شوفوا بعد هاي الشيء، هاي ترى صراحة وايد وايد ذكي. لما أحرك الخط هنا يراويني أنا شنو الأصوات اللي مريت عليها من قبل، فبكل بساطة أقدر أن أنا أرجع حق الأصوات اللي موجودة هنا وما أضيع في اختياري حق الأصوات اللي أنا أبي أستخدمها. طبعا ممكن أنا أبتدي وركب الإيقاعات صوت صوت بروحهم، أختار الكيك بروحها، أو إذا أنا كنت توني الحين أول مرة أستخدم البرنامج ممكنني أنا أضغط على البريسيتس اللي موجودة هنا وأبتدي أسمع شنو الأصوات اللي أوردي موجودة. طبعا ممكن أنا أشوف الأصوات كلها اللي موجودة أو الأصوات بس اللي من شركة XLN، أو طبعا الأصوات اللي أنا ممكن أسويها، ممكن أنا أسوي سامبل باكس بروحي بالأصوات اللي موجودة أو بأصوات ثانية مختلفة من عندي من المكتبة الصوتية اللي أوردي موجودة عندي وأضيفها هنا. طبعا ممكنني أنا اما اني اختار بشكل يعني يدوي كذي او اني انا اضغط على سلكت هني راح بروح يختار لي شيء بشكل عشوائي. بس خلونا نسمع مثلا ولاحظوا طبعا ان هاي يعني هي صج سامبلز بس مو سامبل لوب فايل كامل بروحه، لا
هاي السامبل ممكن أنا أتحكم فيه في كل الآلات الموجودة فيه، من الكيك، من السنير، من الهاي هاتس، من الكلابس أو أي أصوات ثانية. برويكم هاي بعد شوية. بس يعني بصراحة الأصوات الموجودة كلها جودتها جدا عالية. مثل ما انتم شايفين طبعا هاي السامبل الاوريجينال، هاي الاصوات اللي اوريدي موجوده فيه. ممكن حتى من هذه اختار طريقه مختلفه، مثلا يعني خلونا نشوف مثلا سامبل ثاني. شوف مثلا هاي السامبل، اوكي اقدر ان انا اسمعه مثل ما هو الاوريجينال، او حتى من هني اقدر اغير التركيبه مالته. خلونا نسمع شلون. هو الايقاع نفسه بس قاعد يختار لي مثلا كيك مختلف، يختار لي سنير مختلف، يختار لي اصوات ثانيه مختلفه. جدا 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 ذكي هاي البرنامج. طبعا لان انتم تشوفون اللي هني الخط صار بهالطريقه، معناتها انه ما اختار اي شيء، انا يعني بيرجعني حق المنيو بدون ما انا اسيف، لازم اني اسيف هني عن طريق اللي هو الصح اللي باللون الاخضر. خلينا نرجع حق الشاشه الرئيسيه اللي هي السبيس هني. ممكن طبعا ان انا اختار ايقاع معين وابتدي اركب البيت مالي اللي انا ابي. خلينا نقول مثلا دور لنا على كيك درم عاجبنا. لاحظوا ان بعد تحت هني عندي اللي هو السيميلاريتي، يعني شنو الاشياء المشابهه لهاي الكيك درام اللي انا اخترته. هاي اوكي مثلا، اذا عجبني هاي الصوت اضغط على السهم هني راح يجيبني اياه في الكيك 2، واوتوماتيكلي راح يفتح لي السيكونسر اللي موجود هني تحت. هاي السيكونسر من خلاله انا ابتدي اركب الايقاع بالطريقه اللي انا ابيها. اسمع هني مثلا، اقدر طبعا ان انا افتح السامبل نفسه واغير فيه، اغير المده مالته. اقدر ان انا العب في البانينج، اخليه يمين او يسار، واتحكم في الانفلوبس اللي موجوده هني. عندي ايضا البيتش، ممكن انا ازيد في البيتش او انزل فيه، والتون ايضا هاي اللي موجوده هني يعطيني الستايل ماله مال الاي كيو، يغير فيه طريقه بسيطه جدا. هني طبعا عندي اللي هو الفلتر، ممكن انا اضيف له كات، والفيلوسيتي قوه اللي هي ضربه الكيك مثلا في هاي الحاله. وعندي ايضا البلاي باك، اقدر اني اخليه يبتدي يشتغل عادي او انه يصير ريفرس. زائدا طبعا اللي هو الافكتات اللي ممكن انا اضيفها على هاي السامبل على شانل 1 و 2 او اللي هو سند 1 و 2، ممكن انا اضيف ريفرب واضيف ديلي مباشره من هني. فلاحظنا الحين بكل بساطه شلون انا قدرت اني انا اغير في الايقاع اللي موجود اوريدي بكيك درام ثاني موجود هني. طبعا حطيت له الكيك درام بهالطريقة، كنا نرجع هني أسمع حق اللي هو السنير، ما في كلاب أعتقد، فممكن أنا أضيف الكلاب مثلا عليه، خلي مثلا كذي. ممكن طبعا اسوي زوم اوت وزوم ان، كنا عايشين في الفضاء. ممكن اشوف لي بعد اصوات ثانيه اضيفها وياه. شوف البرنامج بروحه قاعد يميز ما بين الأصوات الموجودة اللي أنا قاعد أختارها والأصوات المشابهة حق كل هاي الأصوات، على أساس أنه بروحه يقدر يختار لي شنو الأشياء اللي ممكن أنها تناسب اللي أنا قاعد أشتغل فيه. طبعا كل هاي إحنا يا جماعة تونا قاعدين نقول يا هادي
ما لمسنا ولا شيء في هاي البرنامج. طبعا لاحظوا يا جماعة ان الباترن اللي انا موجود عندي هنا بحركة واحدة. قول انك انت مثلا قاعد تشتغل على تبي تسوي مجموعة ايقاعات، اوكي، تقدر تسوي 100 ايقاع مختلف في ربع ساعة ولا حتى في نص ساعة. شو تقدر تسوي؟ ممكن انك انت تغير من الباترن ككل، يعني ما تغير مثلا من الكيك بروحه او السنير بروحه، لا، ممكن تغير الباترن كامل من خلال هذه الدائرة اللي موجودة هنا. يعني لو سمعنا مثلا الحين الايقاع وضغطت انا على السهم اليمين هنا، بتشوف لي الايقاع الكيك السيميلر او المشابه حق اللي موجود عندي، وبيقترح لي شيء ثاني. نفس الشيء حق الكيك 2 والسنير والكلاب، بتشوف لي شنو الاصوات المشابهه حق هاي الاصوات اللي انا اوريدي مختارها، وبيغيرها في الباترن كامل. شوفوا شلون صاير. صراحة روعة روعة روعة. وتلاقوا كل واحد اختاره قاعد يريد يراويني شنو اللي اختاره هني. صراحة برنامج جدا ذكي وجدا راح يسهل علي موضوع التعامل مع الإيقاعات. إيقاعات يعني ممكن انها تكون ساعات صعب ان الواحد يحصل يعني انسبيريشن او ان يحصل فكرة جديدة، فهاي برنامج راح يسهل عليك هاي الموضوع بشكل جدا جدا كبير. عندنا ايضا لما اروح حق الإيديت هني أقدر أشوف كل واحد من هاي الإيقاعات الموجودة أو كل واحد من السامبلز الموجودين هنا، وأتحكم في كل واحد فيهم بالطريقة اللي أنا أبيها. ممكن مثلا حتى أني أنا أضيف الفلاتر بشكل عام هنا مثلا. اسمع هاي، واختار شنو الفلتر او الساوند افكتس اللي انا بيكون حق سند 1 وحق سند 2 من هاي الشاشه هنا. ممكن انا اختار طبعا انواع مختلفه من الريفيرب او انواع مختلفه من الديلي، واحدد شنو كل واحد فيهم الليفل ماله يكون من خلال السند اللي موجود هنا. عندي ايضا يا جماعه خاصيه جدا حلوه اسمها سامبل كومباينر. سامبل كومباينر شنو هو؟ هو عباره عن ايضا قاعد يلعب على موضوع الاصوات المشابهه حق كل صوت مختاره. يعني انا ممكن اي اقول له مثلا حق السنير اللي موجود هنا، ممكن انا اختار صوت مختلف واجرب شلون صاير. او اقول له مثلا راندمايز او يعطيني راندم، بيغير لي الاصوات كلها اللي موجوده بشكل عشوائي. فهاي خاصيه جدا حلوه حق اذا انا ابي بس اني اجرب اصوات مختلفه وابتدي العب في كل واحد فيهم في الصوت مثلا على اساس اني انا احصل الايقاع اللي انا ابي. نرجع مره ثانيه حق الشاشه الرئيسيه اللي هي السبيس. خليني اقول مثلا ان الحين انا عجبني الصوت اللي موجود وأبي أسوي الإكسبورت. حتى في الإكسبورت يا جماعة هاي البرنامج الأوبشنز اللي قاعد يعطينا إياها جدا خطيرة. لاحظوا هني الزر يا جماعة اللي كنا مكتوب أبلود، أضغط على هاي الزر، وإذا هاي أول مرة تفتح فيها هاي الخاصية بيقول لك أنك أنت ما عندك مكان محدد حق أنك تحط الملفات فيه. بكل بساطة أنا أضغط عليه واختار المكان اللي أنا أبي يكون في الإكسبورت حق هاي الفايلات. خلي مثلا هني، وكذي احنا شنو صار عندنا يا جماعه؟ ياب لنا الاوبشنز اللي موجوده حق الاكسبورت. طبعا الاوبشنز الموجوده جدا رائعه. مثلا ممكن اني انا طبعا اسوي اكسبورت حق الفايل كله كويف فايل واحد، ولكن مو بس يعني اكسبورت اوديو والفايلات مثل ما هي، لا، احيانا انا ببتدي اسوي بروسيسنج على كل فايل موجود. ممكن اضيف ريفرب، اضيف افكتات، اضيف كومبريسر، أضيف إيكيو مختلف حق كل واحد فيهم، وقبل أن أسوي إكسبورت يسوي لي إكسبورت حق كل هاي الأشياء بالفلاتر بالإفكتات اللي أنا بيها. فأي أقول له رندر ويف،
بيمشي عليهم كلهم وبيسوي لي اياهم اكسبورت بالإفكت اللي انا بيهم. اقدر انا شنو اسوي بعدين؟ طبعا اقدر اني انا اخذ هاي الملف واسوي له دراج ودروب في البرنامج اللي عندي البرو تولز ولا اللوجيك ولا اي برنامج اخر، اما ان اسوي له اكسبورت كاوديو او اني اسوي اكسبورت كمدي. هاي بروحها الخاصيه يا جماعه، يعني تسوى سعر البرنامج، اكيد تسوى سعر البرنامج. او اقدر اني انا اسوي اكسبورت حق كل جزء بروحه، مثلا الهاي هاتس بروحه، الكلوزد هاي هاتس بروحه، الكلابس بروحهم، او كل الستيمز. بهاي الطريقه اقدر اني انا اسويها اكسبورت كستيمز وليس كويف فايل بروحه. هاي يا جماعه طبعا الاوبشنز او الخيارات اللي موجوده قدامنا في الاكسبورت راح تفتح لنا ابواب كثيره من ناحيه تاليف الموسيقى او تاليف الايقاعات. ما تكلمنا الحين يا جماعه بعد عن الاوبشن مال السيرش. طبعا لما فكره البرنامج هي اصلا انه يسهل لي موضوع اني انا اروح ادور على السامبلز اللي ابيهم، فاكيد راح يكون في خاصيه البحث اللي هني موجوده. خلينا نقول مثلا انا عندي سامبلز انا مسويهم مثلا بروحي، بس ابي البرنامج يطلع لي بس هاي السامبلز، ما يطلع لي كل الاشياء الثانيه. خلينا نقول مثلا السامبل باك اللي انا مستخدمها او اللي انا مسويها مبتديه مثلا باسم معين، كم مثلا اديسون، راح يبين لي كل الاصوات اللي داخل في هاي السامبل باك. وخلونا نقول مثلا ان احنا خلال بحثنا عن الصوت اللي احنا نبيه عجبنا صوت معين، كل اللي اسويه ان انا اختار الصوت مثلا او اضغط عليه واضغط تحت الشورت ليست على الزائد هذه، اوتوماتيكلي ضاف لي هاي الصوت في اللي هو الشورت ليست. اقدر طبعا بعدين بدل ما اروح ادور عليه هنا ارجع واسمعه من خلال هاي القائمة. هذه يا جماعة نظرة سريعة على برنامج XO من شركة XLN Audio. إذا حابين تدعمون هذه القناة أتمنى أنكم تشترون هاي البرنامج من خلال الرابط اللي موجود في وصف هاي الفيديو. لا تنسون أيضا الاشتراك في دورة الهندسة الصوتية المجانية اللي راح أخلي رابطها أيضا في وصف هاي الفيديو. إن شاء الله عجبتكم حلقة اليوم. إذا عندكم أي استفسارات أحب أسمعها في قسم التعليقات في هاي الفيديو. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.